calculate the angular velocity of a clock's second. يلا عندنا ساعة كده وعندنا ده بيدور اللي هو عقرب الثواني بيدور طبعا اللفة الواحدة اللي هي 2 باي في دقيقة اللي هي 60 ثانية. الأوميجا بتساوي الدلتا ثيتا على الزمن. طب الدلتا ثيتا بكام؟ 2 باي لفة الكاملة في 60 ثانية يطلع 2 باي على 60 بوينت 105 راد بير سكند. في البارت بي عايز بتاع المينت هاند، يبقى الأوميجا بتساوي ايه؟ برضو الزاوية اللي بيلفها 2 باي بس بيلفها في ايه؟ الدقيقة، في اللفة الكاملة في 60 دقيقة، ساعة يعني، ساعة يعني 60 دقيقة والدقيقة الواحدة 60 ثانية، يعني اقسم على 60 يطلع 1.75 10 أس سالب 3 راد على السكند. اخر حاجة الاور، الاور الاوميجا بتاعته برضو نفس اللفة بس بيلفها في كام ساعة؟ في 12 ساعة. 12 ساعة، الساعة الواحدة 60 دقيقة ودقيقة الواحدة 60 ثانية، يبقى اللفة الواحدة خلاصها في 12 ساعة، اقسم على 12 يطلع 1.45 10 سالب 4 راد بير سكند. والوات دي انجولار اكسلريشن ان اتش كيس، انجولار اكسلريشن يعني عايز الالفا، هل يا ترى عندنا الفا ولا هو بيدور بسرعة ثابتة؟ احنا عندنا الاوميجا بتساوي اوميجا نوت زائد الفا في تي، الاوميجا بتساوي اوميجا نوت لان ثابتة، الالفا بصفر لان مفيش تزايد للسرعة، الالفا في جميع الاحوال بتساوي صفر لان مفيش تغير في السرعة.